جاء في حديث رواه البخاري في صحيحه: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. كيف نفهم هذا؟ كيف كان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي ب... وش اللي يضرب فيه بالعصا؟ هذا الذي نسبته إلى عمر، ما هو يضرب فيه بالعصا وإيه؟ ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. ما أعرف هذا. نعم.